السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده السيشن الأخير في دورة الـ HVAC. تمام، إن شاء الله السيشن هيتقسم لجزئين. أول جزء إن إحنا نتكلم إزاي بنعمل سيليكشن من الكتالوج لمعدات التكييف المختلفة أو كونديشنينج يونتس. تمام، طيب الجزء الثاني، طبعا الجزء الأولاني ده مهم جدا. تمام، الجزء الثاني أهم، لأن الجزء الثاني اللي هو هنتكلم فيه عن نظام الإيفابتيك تقريبا ما تلاقيش حد على اليوتيوب شارح نظام الليفابتك. تمام، فانت حاول ان شاء الله ان انت كده تاخد، احنا هنتكلم عنه بشكل يعني مبسط وسريع. تمام، بس لازم تكون عارف ان نظام الليفابتك ده بيزنس قوي جدا جدا. لو قدرت تفهمه نظريا وتطبق النظام ده عمليا، فتقدر تعمل منه شغل كويس جدا جدا، سواء انت شخص هتاخده كنظام شغل كامل، لان انت ممكن تاخده اصلا نظام الايفابتك ده كشغل او عمل خاص بيك، او ممكن تستخدمه في تطوير المعدات اللي انت بعد كده ممكن تشتغل فيها مع الوقت، او في التصميمات او في المشاريع اللي انت تشتغل فيها مستقبلا. طيب قبل ما نخش ونبدا بالجزء الاول اللي هو ازاي نعمل سيليكشن لمعدات التكييف من الكتالوجات، تمام، هنتكلم عن كام حاجه كده لازم حضرتك تاخد بالك منهم بشكل كويس جدا جدا جدا، لان لو حاجة فيهم سقطت بتجيب لك مشاكل ويعني هتقرفك اخر قرف. لازم تكون فاهم الجزئيات. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي احنا، او ايه هي الحاجات دي؟ انا دلوقتي حسبت الحمل الحراري بتاعي سواء على الهاب او مانيول، تمام، وطلع عندي مثلا 10 طن تبريد. طيب انا عايز ماكينه او معد تكييف ايا يكن بقى على حسب اختياري تخلصني من 10 طن تبريد دول، او تديني 10 طن تبريد. جميل، تمام، تخلصني من الحمل الحراري اللي هو 10 طن تبريد دول، اللي هتديني 10 طن. تمام، فتديني ال 10 طن دول. تمام، طيب لو انت رحت لأي شركة أو حتى لشخص وقلت له بعد إذن حضرتك أنا عايز المعدة الفلانية دي بتديني كام طن تبريد، قال لك 10 طن على سبيل المثال أو 20 طن، وسكت سكت ما كملش كلام، أعرف إن الشخص ده نصاب. تمام، يا إما نصاب يا إما مش فاهم حاجة، ده حاجة من الاتنين، يا نصاب يا مش فاهم حاجة. ليه بقى؟ لأن التصنيف الجيد أو التصنيف الصحيح لمعدات التكييف المختلفة بتقول أنا يا جماعة الماكينة دي بتدي 10 طن تبريد أو 20 طن تبريد أو إكس من الأطنان التبريدية عند درجة حرارة كذا. تمام، ليه بقى؟ لأن أنا لو أنا عندي في مصر جايب ماكينة أو جايب مكن شغالة في وسط خارجي 43 درجة مئوية بتديني 10 طن تبريد، تمام، غير ما اوديها السعودية مثلا تشتغل عند 50 درجة مئوية، فاهمني، او 45 درجة مئوية او على حسب. طبعا في السعودية هتديني حمل اقل من ده، هتديني اقل من 10 طن تبريد. فبناء عليه اقصد اقول لحضرتك ان درجة حرارة الوسط المحيط لسيادتك او اللي انت حاسب عنده الحمل بتاعك ده بيأثر في كفاءة المعدة بتاعتك ايا كان. تمام، طيب واضرب لك مثال بسيط عشان الامور توضح لك. تمام، وده طبعا مثال كلنا تعرضنا له. بتيجي في فصل الشتاء بتلاقي التلاجة عندك في البيت، تمام، الكفاءة بتاعتها زادت، يعني انت لو حطيت زجاجة مية او فاكهة في التلاجة او اي حاجة ايا يكن، تمام، بتلاقي بتبرد بسرعة. ده بالذات لو كان المكثف او الكوندنسر، بيسمى المكثف كوندنسر، هنا في مصر الفنانين بيسموه السربنتينا، بيبقى في ظهر التلاجة وظاهر، تمام، لان التلاجات الحديثه عاد بيتحط في الفوم في جوانب التلاجه. تمام، طيب لو هو في ظهر التلاجه وظاهر، تمام، ده بتبان بشكل كبير جدا. فانت بتيجي تسال نفسك اللي هي التلاجه ليه عادت بتبرد كويس؟ احنا كنا في فصل الصيف ما كانتش شغاله، وجايه في الشتاء بتبرد كويس؟ لا، تلاقيني بس انا عشان انا بردان. لا، انت مش عشان بردان، هي فعلا التلاجه كفاءتها زادت. تمام، ليه بقى؟ لان درجة الحرارة المحيطة بالكوندنسر قلت. تمام، والجزئية دي على فكرة بيحصل فيها مشاكل كتير جدا جدا ليك كمصمم. اما انت تيجي تقول للمالك
انا دلوقتي المشروع بتاعك ده عايز 20 طن تبريد وتسكت. بيروح المالك مبلغ ده للمقاول، تمام، او المورد، جميل، فيروح جايب له معدة بتدي 20 طن تبريد. هتيجي انت هتشوف في الكتالوج بتاعها او هتشوف على التيكت اللي موجودة عليها، تمام، او مطبوع عليها على الجسم الخارجي للمعدة او الماكينة بتاعتك، هتلاقيها مكتوب ان هي بتدي 20 طن تبريد. جميل جدا. تيجي تشغل الماكينة شغالة زي الفل، درجة الحرارة زادت بره، قلت الكفاءة بتاعتها، تحس ان المنظومة فيها شيء مش مظبوط، تحس ان التكييف مش جيد، تمام. فيجي هنا بقى الملك بيسألك انت، بيقول لك يا باش مهندس، انت دلوقتي قلت لي ان انا احتاج مكنة تديني 20 طن، امال هي ما بتبردش ليه؟ بيجي عليها اوقات، تمام، عندي التكييف بيبقى سيء، او الحيزات او الحيز اللي انا المراد تكييفه بيبقى في بعض الاوقات بيبقى تكييفه غير جيد، تمام، ويبدأ كل الاصابع تشير ليك. ايه اللي حصل بقى هنا يا حبيبي الغالي؟ تمام، المقاول والمورد ممكن يكون استغلوا جهل المالك وعدم معرفته بأصول اختيار وحدات التكييف، تمام، وركبوا له وحدة بتعمل بعطائها الاسم اللي هو اعطاها الاسم اللي هو بنسميه نومينال كولينج كاباسيتي. هو جابها لك 20 طن تبريد، بس جابها لك 20 طن تبريد عند درجة ايه بقى؟ عند درجة الحرارة من الكتالوج بتاعها. بمعنى انت لما انت حسبت الحمل الحراري على سبيل المثال، لو انا في مصر حسبته عند درجة حرارة خارجية 43 درجة مئوية، جميل جميل. طيب انت لو انت جيت تدخل على كتالوجات اي شركة ايا يكن، وليكن على سبيل المثال شركة مشهورة زي كارير، هتلاقي عندك المعدات اللي موجودة فيها دي، تمام، عند درجة حرارة 35 درجة مئوية. انت شايف الفرق قد ايه؟ تمام، فبتيجي انت بتجيب نفس عدد الاطنان التبريديه، ولكنك لم تراعي درجه الحراره الخارجيه للمكان اللي انت مصمم فيه او المكان المتواجد فيه المشروع بتاعك، فبالتالي بيحصل عندك خطا او بيحصل عندك حاجه مش طبيعيه في الايه، في المنظومه بتاعتك، فيجي تتوجه لك كل اصابع الاتهام، سواء بقى من مالك، من مورد، او مورد او مالك طبعا، او حتى مقاول، تمام. والمقاول والمورد بيبقوا مبسوطين من حاجه زي دي جدا، لان بيوفروا في جيوبهم كتير، تمام، بيوفر في جيوبهم كتير. ومين بقى اللي بيضيع في الموضوع؟ انت كمصمم. فعشان كده عما تيجي تصنف وحده تكييف، تقول له انا عايزها تديني 20 طن تبريد، لو انت في مصر وبتصمم عند درجه حراره 43، قول له انا عايز 20 طن تبريد عند درجة حرارة كذا، اللي هي درجة حرارة الوسط الخارجي اللي هتشتغل في المكن. طب لو انت في السعودية بقى، ما تثبتهاش، انت هتاخد درجة الحرارة الخارجية فين؟ عند المكان اللي انت موجود فيه. على سبيل المثال في السعودية عند 50 درجة، اقول له انا عايز معدة تكييف تديني 20 طن تبريد عند درجة حرارة 50 درجة مئوية، تصنف وتمسكه، عشان لو حصل اي مشكلة المورد يتحاسب او المقاول يتحاسب، تمام. فانت كده طلع منك ايه؟ انت كده ما طلعش منك العيب. فانت ركز لما تيجي تصنف بشكل صح، تمام. جبت مكنه ايا يكن عند درجه، عند هتديني كم طن تبريد معين عند درجه حراره ايه كذا، تمام. طيب نبدا بقى واحده واحده، ونبدا نطبق الموضوع ده عمليا. احنا ازاي بقى بنخش نختار ونضرب امثله، ومثلا نجيب كم نوع من انواع اجهزه التكييف، ونفتح الكتالوجات ونخش ونجيب الداتا اللي احنا محتاجينها. طيب اول حاجه نتكلم عن الهاي وول تايبس. طبعا احنا اتكلمنا عن الهاي وول تايبس، تمام، والويندو، كل الحاجات دي اتكلمنا عنها في سيشن منفصل، تمام، تقدر ان انت ترجع عليه، وتقدر لو عندك اي معلومه وعايز تعرف المزيد من المعلومات عن اي جهاز من الاجهزه اللي احنا بنتكلم فيها، احنا فعلا شرحناها في فيديو قبل كده. نيجي هنا بنقول حساب الاحمال، بتجيب قيمه الحمل الحراري بتاعك، بتحدد نوع النظام المستخدم، ده طبعا في اي نوع جهاز تكييف انت هتختار، اي حاجه ايا يكن، اي مشروع، بتحسب احمالك، بتحدد نوع النظام بتاعك. تدخل بعد كده بقى
ليه؟ النوع عندك مثلا، النوع اللي عندي الهاي وول تايبس سبليت من نوع هاي وول. لاحظ هنا كام حاجة. أول حاجة التمبريتشر في الكتالوج، درجة الحرارة اللي موجودة في الكتالوج، أو أنا بختار عندها في الكتالوج، زي ما احنا قلنا في كارير مثلا 35 درجة مئوية. الفريكوانسي، التردد في مصر 50 هرتز، في السعودية 60 هرتز، ركز في الحتة دي. طيب التمبريتشر فاكتور ده بقى قال لك ايه؟ فاكر لما انا قلت لك انا عندي لما صممت ال 3 طن تبريد، ال 20 طن تبريد، جبت ال 20 طن تبريد عند درجه حراره 43 درجه مئويه، وعندي في الكتالوج درجه الحراره الخارجيه في الكتالوج 35. نقرب الامور لبعضها ازاي بقى؟ قال لك انت بتجيب حاجه اسمها تمبريتشر فاكتور، وهي قسمه حاصل قسمه درجه الحراره الخارجيه اللي انت صممت عندها للبلد اللي انت موجود فيها، سواء في مصر، في السعوديه، في اي بلد، ايا كانت، على درجه الحراره الخارجيه للايه؟ للكتالوج. وناخد مثال بسيط، هنقول الحمل طلعناه 36000 بيتيو بر اور، عند طبعا الواحد طن تبريد ب 12000 بيتيو بر اور، معنى كده ان انا عندي 3 طن تبريد. جميل، ده اللي انا طلعته، ال 3 طن تبريد دول اللي انا طلعتهم من الحمل الحراري بتاعي، او من حسابات الحمل الحراري بتاع، سواء مانوال او هاب، تمام، او اي برنامج اخر انت استخدمته. متفقين؟ طيب متفقين. نخش على اول حاجه، انا صممت ال 43 درجه جبتهم عند ايه؟ عند درجه حراره خارجيه 43 درجه مئويه، اللي هي كام فهرنهايت؟ 110 درجه فهرنهايت. طيب درجه الحراره في الكتالوج كام؟ 35 درجه سيليزيوس. طبعا هنضرب مثال على كتالوجات شركه كارير، طيب اللي هي بتساوي 95 درجه فهرنهايت. قلنا بنجيب التي فاكتور اللي هي ايه؟ اللي هي ال 110 لدرجه الحراره الخارجيه اللي صممت عندها على درجه الحراره اللي عندها الخارجيه اللي في الخارجيه في الكتالوج اللي هي 95 درجه فهرنهايت. جميل كده؟ طيب رحت انا جايب الطن التبريد اللي انا هخش به بقى، ده الطن التبريد ده الثلاثه دول، مش ده اللي انا هخش به الجدول، امال انا هخش بيه؟ هخش بده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو التمبريتشر فاكتور، اضربها في الطن التبريد اللي انا جايبه، هيروح مطلع لك القيمه دي اللي هي بدل ما هو كان 3 طن تبريد بقى 3، او نقدر نقول 3.5 طن تبريد. انت شايف الفرق؟ نص طن تبريد بحال، يعني انت لو كنت دخلت ب 3 دي ب 3 طن تبريد، كنت انت راح عليك 3.5 طن تبريد كامل، ده طبعا يأثر معاك، تمام. طيب انا عندي هنا 3.5 طن تبريد. طيب انا في الكتالوج بخش بحاجتين، يا بالبيتيو يا بالكيلووات. قال لك مفيش مشكله، عايز الكولينج كاباسيتي اللي انا هخش بها مش هي 35 3.5 طن تبريد؟ قال لك اه. قال لك التضربه في 3.5 عشان تحول، ما انت عشان تحول من الطن تبريد للواط اضرب في 3.5، ضربت في 3.5 طلع لي كام؟ 12 وربع كيلو واط، تمام. تخش تجيب ال 12 وربع كيلو واط. فهمت الموضوع بسيط وسهل ازاي؟ سهل جدا، بتخش تمام تجيب درجات الحراره بتاعتك، تجيب التمبريتشر فاكتور، بعد كده ما بتجيب التي ار اللي انت هتخش بيها الحقيقيه بالطن تبريد، اللي هي التمبريتشر فاكتور في الطن تبريد اللي انت خرجته من الحسابات، وبعد كده بتجيب الكولينج كاباستي اللي هي الطن تبريد، تمام، وتروح ضاربها في 3.5 عشان تجيبها بالكيلو وات، تمام. طيب بعد كده بتخش على الكاسيت. طب عشان تعمل سيليكشن كاسيت لازم تراعي شويه حاجات، اللي هي قال لك في حاله اختيار وحدات الكاسيت بتحسب الحمل الحراري، دي اول حاجه طبعا. جميل، وتعيد طبعا بعد ما تحسب الحمل الحراري بتعمل الخطوات اللي تمت هنا دي، وتجيب الكولينج كاباسيتي. جميل جدا. قال لك بتوزع الوحدات بالسقف، بتوزعها في السقف. ليه بقى؟ اكنك بتوزع ديفيوزر، سكوير ديفيوزر، تمام، ومع مراعاه ان تكون المسافه ما بين الوحده والاخرى لا تزيد عن كام؟ من 3.5 ل 4 متر، تمام، عشان تضمن توزيع مثالي للهواء. متفقين؟ متفقين. بعد ما بتوزع الوحدات بتقسم، بتقوم بقسمه الحمل الكلي على عددهم عشان تعرف حمل كل واحده هيبقى كام. بعد ما بتعرف حمل كل واحده بتدخل للكتالوج بمعلومه الكولينج ايه؟ كباسيتي، تمام. على سبيل المثال هنا مثال اهو، قال لك 2 طن تبريد فروم هاب عند 43 درجه مئويه، او الدور تمبريتشر درجه الحراره الخارجيه اللي انا صممت عندها، تمام، وطبعا 35 درجه اللي هي في الكتالوج. قال لك الكولينج كباسيتي 110 على 5 و90 في 2، قال لك 2.3 طن تبريد، يعني المفروض كانت 2، زاد عندك 3.3 طن تبريد. طيب انا عايز اجيب الكولينج كاباسيتي بالكيلو وات، اضرب ال 2.3 طن تبريد في 3.5 يطلع لك 8 كيلو وات، تمام. طيب ندخل على الكاسيت.
تمام، 38 احنا قلنا هيبقى كام؟ 8 كيلو واط. تمام، دي بعض المعلومات. طبعا انت تقدر ان انت تقرأ الحاجات دي، الكتالوجات دي هتلاقيها موجودة عندك، تقدر تقرأ براحتك. هنا انت الاندور يونيتس او الدور يونيتس. تمام، طيب انا عايز هنا، قال لك هنا الكباسيتي كولينج، الكباسيتي هيتنج بالكيلو واط. طيب انا عندي 8 طن، هنا عندي 7.2 من 10، هنا عندي 10. تمام، هناخد 7.2 من 10 دي، مفيش مشكلة لما يكون زايدة عندي، فانا هاخد اختار المعدة دي وتديني بالزيادة شوية، مفيش مشكلة. اسف، انت تاخد ال10 ما تاخدش ال7، يعني انا مثلا عندي 8، 8 ما بين، عندي 2، عندي هنا مثلا 7.2 من 10 وعندي هنا 10 كيلو وات، انت تاخد انهي؟ انت تاخد الاكبر ما تاخدش الاقل، فاهمني؟ يعني انت تاخد ال10 ما تاخدش ال7. تمام كده، يبقى احنا هناخد ال10، هناخد الموديل ده اللي هو الجي كي اتش 36 اس. تمام، طيب هتيجي بعد كده تشوف الباور سبلاي بتاعه، قال لك 220 ل 240 فولت، 50 ل 60 هرتز، 1 فاز. تمام، طيب الدايمنشن، الساوند بريشر ليفل، يديك الساوند بريشر ليفل بتاعك. تمام، بعد كده بيقول لك الاير فلو هاي. تمام، عندك 528 لتر بير سكند. عندي هنا الدايمنشن، طبعا اركز على الدايمنشن في الاندور يونت بالذات، لان طبعا الوحده الداخليه بتبقى ما بين السقف الساقط والسقف السقف الساقط وبلاطه السقف النهائي بتاعي. تمام، سقف الخرسانه، فلازم اراعي الابعاد عشان ما احصلش عندي مشكله، وابقى عارف انا عندي ابعاد او ارتفاع السقف الساقط كام بالظبط، او المسافه ما بين السقف الساقط وبلاطه السقف كام بالظبط، بحيث ان انا اعرف اركب الوحده الداخليه بشكل كويس. تمام، نيجي هنا بعد كده الاوت دور يونتس. تمام، يديك هنا بقى الانبوت كارنت، الساوند بريشر ليفل، كل الداتا اللي انت هتبقى ايه محتاجها. تمام، طيب ده الكاسيت. هنيجي بعد كده نخش على السيلينج كونسيل ديدكت اللي هو الجهاز المخفي. طبعا عند الحمل الحراري للمكان هنضرب مثال اللي هو وليكن 6 طن تبريد، بوزع الوحدات بحيث ما تقلش المسافه بين كل وحده والتانيه 4 متر. تمام، بعد توزيع الوحدات بقسم الحمل الكل على عددهم عشان اعرف اقدر ان انا اعرف حمل كل واحده. تمام، طيب هنا قلنا 6 طن تبريد، نفس الموضوع برضو، تقدر ان انت 6 طن تبريد ده الحمل الحراري بتاعك، بتضربه بعد كده 6 طن ده في التمبريتشر فاكتور، وبعدين بتحوله لكيلو وات، وتروح انت داخل على الكتالوج بتاعك. تمام، اللي هو الكارير، اللي تخش عندك على الكونسيل. تمام، المخفي، وتبدا انت بقى تشوف هيبقى عندك ده. طبعا بيديك هنا في الكتالوج الابعاد بتاعتك، الابعاد ده طبعا زي ما قلت لحضرتك، هنا السقف الخرساني، هنا السيلينج. تمام، تبدا تشوف المسافه ما بين السقف الخرساني والسيلينج قد ايه عشان تعرف تركب الوحده بتاعتك بشكل كويس. ده طبعا بتستفاد بيها بجزئيه التركيب، وجزئيه ان انا ممكن لو انا حبيت ان انا اعمل فاميلي على الريفت. تمام، فاميلي مش موجوده عندي وعايز اعمل فاميلي، اكريت فاميلي، بقدر ان انا اخد الابعاد بتاعتها والداتا بتاعتها دي. تمام، من الكتالوج، وبخش على برنامج الريفت اقدر ان انا اعمل الفاميلي. تمام، طبعا هنا معلومات تقدر ان انت تقراها براحتك وتتمعن فيها. تمام، حاجة بقى هنا عندك تقدر تقرأها براحتك، الريموت كنترول، كل حاجة، كل زرار فيه بيتم ايه وظيفته، وكل حاجة تقدر تقرأ براحتك انت بقى. تمام، طيب انا عندي هنا ميديم ستاتيك بريشر، خد بالك فيه اكتر من حاجة، اللي هو لو ستاتيك بريشر، ميديم ستاتيك بريشر. تمام، وفيه عندنا هاي ستاتيك بريشر. طيب احنا داخلين عند ميديم استاتيك بريشر، طيب هو ايه المقصود بالاستاتيك بريشر؟ قال لك الضغط، تمام، الاستاتيكي الخارج من المروحه يا جماعه، لان انا ممكن لو انا عندي اشتغلت على اللو استاتيك بريشر، تمام، ممكن ان انا اجي لاخر مخرج، تمام، الهواء ما يخرجش منه بشكل كويس او ما يوصلوش، لان انا عندي الاستاتيك بريشر منخفض، او لو حتى وصل له التوزيع بيبقى سيء. تمام، لان السرعه طبعا هتبقى منخفضه، فاحنا بنركز في الجزئيه دي، الميديم، تمام، والهاي واللو.
طب السيستم تايب، نوع السيستم تايب هيت بامب. يعني ايه هيت بامب؟ اللي اقصد بيه تبريد وتدفئه، يشتغل الاثنين، تدفئه في الشتاء وتبريد في الصيف. هنقول مثلا ان انا عندي الكولينج كاباسيتي 13000 بي تي يو او ايا يكن، احنا بنضرب مثال تمام، او 12000 بي تي يو. جميل، 12000 بي تي يو، هتخش في الكتالوج هتلاقي 13000، هتلاقي عندي 20500 بي تي يو بر اور، تمام، اللي هي 6 كيلو وات. تمام، هنقول على سبيل المثال هنختار 13000 بي تي يو اللي هي 3.8 كيلو وات. تمام، فاخترنا النوع ده، ده الكولينج كاباسيتي. ابدا بعد كده ادخل على الاندور يونت موديل، شوفها ايه، واطلع بعد كده اقول لك نومينال اير فلو هاي ولا ميديوم ولا لو. طبعا هنقول له هاي. تمام، وابدا بعد كده قال لك هنا عندك 440، انما الميديوم 290، انما عندي اللو 250 سي اف ام. جميل، عندي برضو لو انت جيت اللي هو الاكسترنال ستاتيك بريشر اللي هو الضغط الاستاتيكي الخارج من المروحة عندي. تمام، طيب هتخش بعد كده على طبعا في الوحدة الداخلية تقدر تجيب الاندور ماكسيمم انترنال ستاتيك بريشر، الساوند بريشر، نت دايمنشن زي ما قلنا طبعا هتحتاجها، عندك الوزن. بعد كده بتخش على او الدور يونت موديل تجيب منه كل اللي انت محتاجه، الكمبروسر اللي انا بستخدمه ايه، روتري على سبيل المثال، كل حاجه طبعا، ساوند بريشر، كل اللي انت محتاجه. هتخش طبعا الكتالوج بناء ان انت بس تعرف انت عندك عرفت تجيب الحمل بتاعك كام، بتبدأ بعد كده تقدر ان انت تجيب بقيه المعلومات اللي انت محتاجها سواء عن الاندور يونت او الاوت دور يونت. تمام، طيب ده بالنسبة ل ال ده بالنسبة للكونسيل. طيب الفلور ستاند بقى او الوحدة الدولابية، تمام، انت زي ما احنا قلنا بتحسب برضو الحمل الحراري زي ما حضراتكم، هي نفس، هي فكرة، الفكرة واحدة بس، انت يعني فكرة واحدة، مجرد ما انت بتفهم نوع بعد كده بتقدر تتعامل مع الانواع التانية، ومجرد ما انت بتفهم ازاي تدخل على كتالوج شركة معينة بتقدر انت تتعامل مع اي كتالوج تاني، مفيش في اي مشكلة خالص. تمام، الاختلافات بتكون بسيطة جدا، ما هتعطلكش في شغلك يعني، او ما تعطلكش وانت شغال. بحسب الحمل الحراري للمكان، بوزع الوحدات في المكان، تمام، عشان اعرف العدد، بقسم العدد على عدد الوحدات عشان اعرف حمل كل وحدة، بدخل الكتالوج بمعلومية حمل الايه الوحدة، وعلى سبيل المثال احنا ممكن نضرب. تمام، طيب هيبقى اقصى طول لوصلات معسير الفريون قال لك 25 متر. حضراتكم لو فاكرين لما احنا جينا اتكلمنا عن معدات التكييف، تمام، وقلنا وجينا اتكلمنا في جزئيه السبليت الهاي وول بالذات، وقلنا ان انت ممكن تضطر ان انت تبعد الوحده الخارجيه عن الوحده الداخليه مسافه كبيره جدا، لان انت بيبقى جاي معاك مواسير بيبقى 3 متر بس، بتبقى 3 متر، فانت ان انت تضطر تزود. تمام، فانت بتجيب مواسير وبتبدا تزود، بس لازم تشوف الشركه عطيالك اقصى مسافه كام، تمام، او اقصى طول بين الوحدتين كام. هنا قال لك اقصى طول لوصلات مواسير الفريون اللي هو المسافه بين الوحدتين، ما هو الفريون بيمشي بين ايه، الفريون بيمشي بين الوحده الداخليه والوحده الخارجيه، يبقى ما يقول لك اقصى طول لوصلات مواسير الفريون ده يقصد بيه اقصى طول للوصلات اللي بين الوحدتين سواء الداخليه والخارجيه، طبعا 25 متر. طبعا اقصى ارتفاع بين وحدتين خارجيه وداخليه قلنا 15 متر. كل الحاجات دي طبعا اتكلمنا عنها لما جينا نتكلم عن معدات التكييف بشكل عام في السيشن، في سيشن من السيشنات اللي فاتت. تمام، تقدر ان انت طبعا تاخد الكتالوج كده وتقعد تقرا فيه وتقعد ان انت تشوف الدنيا ماشيه فيه ازاي وبيديني ايه الداتا اللي بيديهاني الكلام ده كله، تمام، بحيث الدنيا تكون واضحه معاك. تمام، طيب انا كده عرفت الفلور ستاندنج. تمام، فانا طبعا مثال اهو قال لك 12 وربع. تمام، طب انا عندي 12 60 كيلو وات، 12.6 كيلو وات، فبرضه اقدر اخدها. طيب التشيلر سيليكشن، عشان اعمل سيليكشن للتشيلر بتاعي فيه حاجات كده مهمه جدا لما انت تيجي تعمل تشيلر سيليكشن للتشيلر بتاعك. تمام، بتبقى مختلفه عن معدات، مثلا لما انا بعمل سيليكشن للتشيلر غير ما بعمل سيليكشن لجهاز مثلا على سبيل المثال جهاز بليت
هاي وول مثلا او كاسيت. تمام، طيب ركز بقى معايا في جزئيه التشيلر سيليكشن دي لانها مهمه وفيها بعض المعلومات اللي المفروض ما تفوتهاش عشان تقدر ان انت في تصميمك توصل بيه اكثر فهم ممكنه. بيقول لك عدد التشيلرات في اي مشروع ما ينفعش يقل عن 2 تشيلر. طب ليه بقى؟ قال لك عشان تامن المنظومه لو حدث عندك عطل بأحد التشيلرات أو التشيلرات بتاعتك، وبتقوم بتحديد عدد التشيلرات حسب تطبيق المشروع ومدى أهميته. إزاي؟ أنا مثلا على سبيل المثال عملت منظومة تكييف كلفتني 2 مليون 3 مليون جنيه، جبت تشيلر واحد، تمام، التشيلر عطل، المنظومة كلها وقفت، ده ينفع؟ طبعا ما ينفعش. أنا راجل كمالك مانيش دافع كام مليون جنيه عشان أنت تيجي أجي في وقت من الأوقات ما لقيش تكييف أصلا موجود عندي في المكان بتاعي. طيب جميل جدا. فعشان كده بنعمل ايه؟ بنقول لك احنا بنعمل حاجه ما تسمى بالستاند باي، بمعنى ان انا لازم يكون عندي ستبن موجود، عندي ستبن موجود، طيب بحيث ان انا لو عندي جهاز او عندي تشيلر عطل التشيلر التاني يقوم بمكان، يقوم مكان، تمام، او يقوم بوظيفته. ممكن ما يقومش، يقوم بوظيفته بشكل كلي. على سبيل المثال انا عندي تشيلر بيديني من الطن، تمام، طيب واحد تاني جبت واحد ستاند باي بيديني من الطن، فاللي من الطن ده بيعطل التاني بيشتغل بيديني نفس العطاء بتاعه، تمام، فالمشروع عندي بيشتغل 100% او ممكن يشتغل 50%، انا مثلا اجيب 50 طن تبريد، فاهم ازاي؟ او ممكن يشتغل 65 75 حسب نظرتك انت كمصمم. بناء ايه بقى نظرتك؟ بتبقى بناء على ايه؟ بتبقى بناء على التطبيق او المشروع اللي انت شغال فيه. ما هو انا لما اشتغل في مستشفى، تمام، غير ما انا زي ما قلنا قبل كده، غير ما اشتغل مثلا في مكتب مثلا او شركه الى اخره. طيب باجي هنا في 3 اختيارات عشان بحدد عدد الشيلرات بتاعتي اللي بتكون معايا في المشروع، تمام. اول تشيلر، اول اختيار اللي هي بيكون عندي 100% ستاند باي، بمعنى انا عندي قلنا تشيلر بيديني اكس من الطن التبريد، تمام، بجيب واحد تاني برضه زي بيديني نفس الاكس من الطن التبريد، بحيث ان ده عطل ده يديني نفس عدد الاطنان التبريديه، فما احسش عندي بفرق، ده بيديني 100%، تمام، او المشروع بتاعي يبقى شغال 100%. يعني انا قال لك ال 100% ستاند باي، قال لك لما يحصل عطل او خلل في احد الشيلرات بيوجد عندي ستاند باي 100%، يعني انا عندي الشيلر بيعمل بيخلي المشروع يشتغل عندي بنسبه 100%، تمام. قال لك تاني تفكير، ده طبعا شائع في المراكز الطبيه، عندك في مثلا مصانع الادويه بيبقى شائع، عندنا في المستشفيات الكلام ده كله. فانا عايز لازم يكون عندي المنظومه بتاعتي شغاله بكفاءه 100% او بعطاء 100%، تمام. لو نقص العطاء عن كده ده طبعا بيسبب لي مشاكل. طيب من 60 ل 70%، وبعض الناس بيقول لك من 65 ل 75% ستاند باي. قال لك لما بيحصل عندي عطل او خلل في واحد من التشيلرات، تمام، بيبقى عندي من 65% ل 75% ستاند باي، التشيلرات بتعمل المشروع بنسبه من 60 ل 70% ستاند باي، تمام. لو انا عندي مثلا تشيلر بيدي من طن تبريد ببقى جنبه تشيلر تاني بيدي 50 طن، طب عطل ال 100 طن بيبقى عندي 50 طن، فيشتغل المشروع بتاعي بنسبه 50%. طبعا الكلام ده بيتفاوت بقى، ان انت عندك تجيب تشيلر، ان انت عندك بقى المحطه بتاعتك فيها ستاند باي 100%، ده طبعا بتبقى مكلفه، تمام، بتبقى ليها حساباتها، غير من 65 ل 70% او من 60 ل 70%، غير ال 50% ستاند باي، ده طبعا بتبقى مكلفه، تمام. فانت ما تجيش تقول ايه انا هنعمل ما تجيش تقول هنعمل ستاند باي 100% وخلاص ونريح دماغنا، وتيجي تقول لك سيفت فاكتور. ما فيش حاجه في الكلام ده اسمها سيفت فاكتور. انت عشان تقول لي في موضوع زي ده سيفت فاكتور، انت خربت بيت العميل، تمام. فانت تركز، تعرف التطبيق بتاعك ايه بالظبط، تعرف انت عايز تشتغل بناء على ايه، وتبدا تشتغل شغل مظبوط، لان ده طبعا هيعود عليك بعد كده، وده طبعا هتبقى سابقه اعمال ليك. طيب في عده عوامل لازم ان انت تاخد بالك عشان تيجي تختار التشيلرات، بالذات من نوع تبريد الهواء. عندك درجه حرارة الهواء الخارجي للأمبيانت تمبريتشر، درجة حرارة المياه عند الخروج من الشرر اللي هي ليفينج تشيلد ووتر تمبريتشر، عندك الحمل الحراري اللي هي التوتال كولينج لود. طب هنا سؤال بقى، هنا سؤال بيقول لك ايه بقى؟ هو انا طيب في حتة الستاند باي دي للتشيلرات بس، تمام، الستاند باي للتشيلرات بس، لا انت حسب دماغك برضه. يعني ايه؟ على سبيل المثال كان في فيلا في الدمام في السعودية، كنت أنا ماسك فيها تصميم جزء الـ MEP، اللي أنا شغال اتشيفاك، تمام، وشغال بلومنج صح وكده. ف
العميل طلب ان اجهزه التكييف عنده تكون سبليتات من نوع الجدار اللي هي الهاي وول، فجاه عندي حيز من الحيزات المكيفه على سبيل المثال، يعني هنقول كان 5 طن تبريد. جميل. طيب فانا لما جيت احسبها قلت طيب هجيب 5 طن، انت اساسا لو جبت واحده تديك 5 طن او وحدتين، كل واحده تديك 2.5 طن، تمام؟ فلازم حضرتك تكون عارف ان الواحده اللي بتدي 5 طن دي ما بتديلكش ال 5 طن كاملين، بتديلك 4 وشويه، ما بتديلكش ال 5 طن كاملين. فانا قلت ايه بقى، انا ممكن اجيب بدل ما انا اجيب 2 معدتين الواحده 2.5، طب ما انا اجيب 3 الواحده 2، تمام؟ 2 طن، يبقى انا عندي كده كام؟ 6 طن. طيب انا عملت ايه؟ عملت ان انا مثلا ممكن اشغل 2، تمام؟ يبقى انت عندك بيديك 4 او 4 الا، تمام؟ طيب حاجات بسيطه كده. طيب وعندي اساسا واحد ستاند باي، حتى لو انا عندي حاجه جهاز منهم عطل فالتاني ممكن يشتغل عادي جدا، تمام؟ وكده كده العميل في ايده الريموت او المالك في ايده الريموت، لو لقى الدنيا يعني درجه الحراره عنده انخفضت فممكن بيطفي احدهم، فممكن ان هو ايه بيقلل طبعا من استهلاك الكهرباء، تمام؟ فده طبعا ليه بعض على حسب التطبيق وعلى حسب المشروع بتاعك بتقعد انت تفكر طب انا اركب ايه، تمام؟ وعلى فكره برضو ما نحس واحد بيجي يقول لي طيب انت من شويه يا باشمهندس قلت ستاند باي يخرب بيت العميل. لا، ما هو انت لو انت مطلع هتعرف ان حضرتك لو انا عندي معده بتدي 20 طن تبريد، تمام؟ سعرها بيبقى اغلى من معدتين الواحده فيهم بتدي 10 طن تبريد بنسبه تتجاوز او تتقارب من 30%، انت متخيل؟ يعني ممكن تيجي النسبه بين معده بتدي لها 20 طن تبريد ومعدتين المعده فيهم بتدي لها 10 طن تبريد، الفرق بينهم المعده اللي بتدي 20 دي 20 كامله بيبقى ممكن تكون ازيد في السعر من المعدتين التانيين بنسبه 30%، بيبقى مبلغ برضه مش قليل، فاهمني؟ فانت لو انت ملاحظ الحاجات دي وعارف الكلام ده هتعرف ان انا كلامي منطقي، تمام؟ طيب ده كده اتمنى نكون احنا خدنا فكره سريعه عن اختيار معدات التكييف، تمام؟ هنخش بعد كده طبعا في الايفابتك. طيب ايه الايفابتك؟ الايفابتك ده بتقوم فكره عمله على اساس التبريد الادياباتي المسبق للهواء الايه الخارجي، طبعا المسحوب بغرض التبريد من الكفات المكثف دون ان تؤذي مكونات الايه المكثف. اللعبه عندنا كلها فين؟ في المكثف. طيب ايه هو بقى المكثف؟ انت دلوقتي بتقول لي نظام الايفابتك وبنعمل تبريد ادياباتي وكل اللف بتاعنا واللعب بتاعنا على المكثف، حتى احنا لما جينا نتكلم في الثلاجه من في بدايه الفيديو قلت لحضرتك المكثف الكوندنسر السربنتينا لما يبقى خارجي او في ظهر الثلاجه لو انت درجه الحراره المحيطه ليه قليله منخفضه فبترفع كافئه الثلاجه الى اخره، يعني اللعب كله في المكثف. جميل. طب ايه هو المكثف بقى عشان نبقى عارفين ايه هو اصلا المكثف ونستوعب عمله بشكل كويس، بس نعرف ان احنا بنستخدم ازاي الايفابتك او التبريد الاديباتي في التعامل معه. قال لك المكثف هو عباره عن مبادل حراري مزود بمروحه بتجبر الهواء، ممكن يكون مزود بمروحه او لا، يعني الثلاجه في ثلاجات ما بتبقاش مزوده بمروحه بتتعامل بالهواء الطبيعي، طيب تجبر الهواء لكن بمروحة تجبر الهواء على ان يمر خلال شفرات التبادل الحراري وكذلك سطوح مواسير المكثف عشان ينتقل عشان تنتقل الحرارة من وسط المار داخله، وكلما كانت درجة حرارة الهواء المجبر على ملامسة شفرات التبادل الحراري الساخنة منخفضة كانت النتيجة المرجوة من المكثف عظيمة، تمام؟ طيب هنا مثلا عندي هنا خلية التبريد اللي انا حطيتها هنا او الادياباتيك ميمبرنز، تمام؟ بيجي هنا عندي درجة الحرارة داخلة 40 درجة بتعدي من لها تبريد أدياباتي باستخدام خلية التبريد، طبعا لها مواصفات معينة خلية التبريد وبسمك معين، بيطلع عندي 25 درجة بدل ما كان 40 درجة مئوية بيخش 25 درجة بناء على الإيه؟ سحب المراوح على الكوندنسر، تمام؟ فبيبدأ يخش هوا درجة حرارته منخفضة يبدأ إن هو يسحب الحرارة من الكوندنسر، تمام؟ فبناء عليه بتقل درجة حرارة الفريون اللي ماشي جوه ملفات المكثف، يبدأ عندي يزيد كفاءة الجهاز بتاعي، تمام؟
طيب الهواء ليه بقى بيعدي من هنا كام، من على نقول على سبيل المثال لو يكون دي شريحة زي هنا كده، تمام، زي ما حضرتك شايف دي شريحة التبريد، ايه اللي بيخلي الهواء بيجبر الهواء انه يعدي منها زي ما ظاهر هنا كده؟ المروحة، المروحة شغالة فوق، فهنا طبعا نيجاتيف بريشر، فبيخش الهواء مسرعا من بره لجوه، فبيبدأ ان هو يعدي على خلايا التبريد، خلية التبريد يخش درجة حرارة 40 تطلع 25، يقدر ان هو يبرد المكثف تزيد كفاءة المعدة بتاعتي، تمام. طبعا عشان ببرد المكثف بطبق خطوة من الخطوات التالية اللي هي الدراي بريشن، تمام. انا عندي خلية التبريد بهذا الشكل، عندي هنا الدراي بريشن الويذ اليباتيك بريكولينج ستيب 1، الويذ اليباتيك بريكولينج ستيب 2، تمام. خطوات بتاعة تبريد المكثف، او ان انا مثلا عندي هنا 25 خش درجة 25 بتطلع اعلى طبعا، تمام. باجي هنا طبعا فيه الفاصل المطلوبة بين الوحدات المزودة بالمنظومة في الجدول التالي، يبقى بين المفروض لو عندي هنا الوحدة موجودة وفي جدار جنبها يكون بين الجدار والوحدة 1 متر، طب بين الوحدتين 2 متر، تمام. يبقى هنا بين الجدار والوحدة اكس، وهنا اكس. طبعا تبدأ ان انت من الجدول ده بتقدر قالك الكنترول بانل ات اند، عندك الاكس بيساوي 1 متر، تمام. طبعا عندك لو الكونكشن اند اونلي، عندك الاكس يبقى بتساوي 6 من 10 متر، تمام، وهكذا. طبعا وحدة مجهزة بمنظومة التبريد الأدياباتي للهواء الخارجي وكيفية تركيب حشوة التبخير، عندي هنا طبعا واحد اهو يعني بيقول لك ازاي انت بتركب حشوة التبخير، تمام، اللي بنسميها خلية التبريد، طبعا بيبقى سمكها 15 سنتي، تمام. علب الكرتونة كاملة تقريبا بتعمل لها 3000 جنيه مصري. بيجي هنا طبعا مواسير بي بي ار، بتحتاج مضخة من 6 ل 10 بار، تمام. بتحتاج اللي انت رشاشات، تمام، بتحتاج انها تعمل رذاذ على تحول المية الى رذاذ، تمام. يبدأ طبعا الهواء بيدخل على عندي خلايا التبريد، بتقل درجة حرارته زي ما قلنا، بيعمل وبيدخل على المكثف بيقلل درجة حرارته فبتزيد الكفاءة. عندنا طرق نشر الماء على الحشوة، بستخدم نوافير ماء من خارج الحشوة، تمام، وتلزم عملية التزلزال بدقة ضغطها زي ما قلنا 10 بار أو 6 بار، تمام، ويكون اتجاه مرمى الرذاذ عكس اتجاه الحشوات، عشان يكون عندي عشان الهواء اللي هو يحرك الهواء المسحوب بيحركه عشان تلمس الايه الحشوة بتاعتي، فيقل درجة حرارة الهواء، تمام. طيب نظام او مميزات نظام ايفابتك، ايه هي مميزات النظام ده؟ تمام، هو نظام كويس، احنا خدنا عنه فكرة سريعة، احنا نعتبر عرفنا يعني ايه النظام بس، انما احنا لو شرحناه نظري بشكل قوي عشان بس نكون واضحين مع بعض، عشان اشرح نظام الايفابتك بشكل نظري عايز لنا بتاع يعني ما يقارب الـ4 أو الـ5 محاضرات، وكذلك بشكل عملي عشان تعرف انت ازاي اصلا تلحم المواسير البي بي ار، ازاي انت تركب المضخة، تمام، ازاي اعمل اصلا رسمة حتى لو كانت كروكي كده للمنظومة، تمام. ده طبعا احتاج اكتر من محاضرة، فاحنا بس بنحاول ان احنا نعرف الناس ان في حاجة اسمها كذا، حتى لو اتذكرت قدامك تبقى انت فاهم الموضوع كويس، او بتبقى ان عندك الحد الادنى من المعلومات. هنا قالك مميزات نظام ايفابتك، قالك بيزيد من كفاءة وحدة التكييف، تمام، قالك اول حاجة بيزيد من كفاءة وحدة التكييف الهواء طبعا بقدر 30%، وده طبعا قيمة كويسة جدا. قالك بيخفض استهلاك الطاقة وتوفير الكهرباء والمال بنسبة تصل الى 35%، بقلل من تعطل نظام التكييفات المركزية، طبعا بخفض درجة حرارة الهواء الخارجية في وحدة التكييف بمقدار 15 درجة مئوية. عندي هنا من ناحية الاستدامة، بيعمل على استدامة على زيادة العمل الافتراضي للمكيفات المركزية، من ناحية التفاعل البيئية فهو بيخفض استهلاك الطاقة، وكمان بيقلل من انبعاثات الكربون في الجو، بيحسن مستوى راحة الايه للمستخدمين. ده طبعا مميزات نظام الايفابتك. لازم حضرتك تكون عارف ان نظام الايفابتك لا يمكن تطبيقه غير على الاتشلرات تبريد الهواء وعلى الباكج، معدات الباكج 5 طن تبريد فيما فوق، تمام. ده طبعا استخدام نظام ايفابتك باختصار. في فيديو، تمام، حاولت ان انا اجيب اي حاجه
ابحث في اليوتيوب عن اي حاجة عن الايفابتيك، ما لقيتش حاجة يعني تقدر ان هي توضح الفكرة غير الفيديو البسيط ده. تمام، هو تقريبا ده بيشرح ازاي انت بتعمل تبريد لمزرعة او حاجة زي كده. احنا بس هنشوف الفكرة عاملة ازاي وهنشرح عليها بس، يعني وانت كده بيركبها هنا. هنعتبر مثلا ان ده الحيز الخارجي للتشيلر، هو بيرصها بهذا الشكل. تمام، اللي خلال التبريد بتبقى عبارة عن مستطيلات كده، اجزاء اجزاء بركبها جنب بعضها. طبعا بكون انا عامل لها فريم الاول. تمام، ده فريم، يعني احنا هنيجي هنا من قبل ما يركب اصلا، ده فريم اهو. تمام، فريم بركب عليه الايه، خلايا التبريد، ارصها جنب بعضها كده. تمام، طيب هنا عندي دي المضخة اللي بتضخ المية تطلع لفوق وتطلع كده. هنا الرشاشات اهي تبدأ تنزل على خلايا التبريد. تمام، تبدأ المية تنزل على الخلايا، طبعا مية باردة تنزل على الخلايا. تمام، يجي الهواء يدخل على الخلية فخلايا التبريد، فطبعا بيبقى درجة حرارته مرتفعة. مجرد ما بيعدي على خلايا التبريد ويدخل الجنب التاني بتبقى بتخفض درجة حرارته. تمام، طبعا هنا قلنا الرشاشات، طبعا في التشلرات ما بتبقاش كده. تمام، ده بس انا يعني بوريك الفكرة، انما هي لما باجي اعمل في التشلر او اصممها في التشلر ما بتبقاش كده خالص، يعني احنا بس بنقول الفكرة كأجزاء. تمام، انما الطريقة ما بتبقاش كده طبعا. طيب، وبيبدأ هنا زي ما حضرتك تشوف اهو، يبدأ يرص خلايا التبريد. هنا طبعا هنا حاجة كده زي حوض تحت، المايه اللي بتنزل، شايف المايه اللي بتنزل بتتجمع في الحوض اللي تحت ده، وتبدأ المضخة ترفعها. ممكن ان انا ببقى عاملها بحاجة زي تانك كده، في موجود اعمل التشيلر واعمل نظام الايفابتيك للتشيلر، باجي ان انا بيكون موجود عندي اكيد من الاجزاء اللي انا بستخدمها، من الاجزاء اللي انا بستخدمها في المنظومة بيكون عندي حاجة زي تانك. تمام، بقدر ان انا اسحب منه مية، شايف بيبدأ هنا كده تنزل على الحشوة اهي، ما بتنزل على الحشوة زي ما حضراتكم شايفين، وبتنزل بقى المية بقى ما بتنزل على الحشوة، ما بتنزل تحت كده. تمام، بتنزل هنا على الحوض، تبدأ تاخدها لإيه، المضخة. تمام، طبعا المية ما بتنزلش الحوض بسرعة زي ما حضراتكم شايفين كده، شايف الهواء دخل درجة حرارته منخفضة. تمام، مرتفع طلع او دخل المكان الحيز بتاع، درجة حرارته بتكون منخفضة طبعا لما بيلف جولة في المكان ويجي يخرج. تمام، بترتفع درجة حرارته مرة تانية. تمام، وطبعا الهواء بيخش، بجبر الهواء اللي بيخش من الخلية من هنا ومن هنا، طبعا ده بناء على المراوح اللي بتسحب الهواء من جوه. تمام، فبتعمل نيجاتيف بريشر في الداخل، فبتغصب الهواء انه يخش من خلية التبريد من هنا ومن هنا، يخش بارد، بيخش الهواء بارد، بيبدأ ان هو يبرد المكان بتاع. نفس الفكرة بالظبط، هي نفس الفكرة. تمام، بس تصميم المنظومة مختلف، انما نفس الادوات بحتاجها، يعني نفس المواسير البي بي ار، بحتاج اللي انا الفري، بحتاج ان انا مضخة، رشاشات، نفس الفكرة بالظبط. بس عشان ما فيش حد مطبقه على اليوتيوب فانا ما لقيتش فيديو. تمام، ما لقيتش فيديو ان هو يعني ما لقيتش فيديو ان هو حد موضح الموضوع ده او بيشرحه. تمام، في بعض الناس بتشرحه او فبتشرح ان هي ازاي انت تعمل مثلا مكيف صحراوي والكلام ده كله، انما الفكرة الاساسية اللي احنا بنتكلم عنها، فكرة الايفابتيك نفسها وازاي انت تطبق المشروع فعليا على تشيلر، تمام، مفيش حد اتكلم في الموضوع ده. وانا بحثت يوتيوب كتير فما لقيتش، ممكن يعني انت تبحث وتلاقي حظك احسن من حظي، فيا ريت اللي يلاقي حاجة بخصوص الموضوع ده يفيدني. تمام، طيب، في كام حاجة كده عايز حضرتك تكون فاهمها. ليه لما نظام الايفابتيك حاجة قوية كده، او حاجة قوية او حاجة كويسة تقدر توفر وليها كل المميزات اللي احنا ذكرناها دي، ليه الشركات ما بتعملش نظام الايفابتيك؟ اولا، لو انت جيت تشوف البلاد العربية ما هتلاقيش في حد بيطبق الايفابتيك. في شركات بتعمل فعلا الأجهزة بتاعتها وبتطبق فيها المنظومة دي، تمام، بس ما بتصدر لناش المعدات دي، اللي هي البلاد الفعل النفطية، البترول، بلادنا العربية وكده. بيقول لك لا، انت ما الناس دي حالتهم المادية كويسة، فبيبدأ يعني
تحس ان هي ايه استراتيجيات كده، فهو ما يرضاش ان هو يبعت لك المعدات دي عندك. تمام، ليه؟ لانه عايزك تستهلك، عايزك تستهلك طاقة، تمام، عايزك تستهلك المعدة بتاعتك. لان انت خد بالك ان انا مثلا لو انا جبت تشيلر تبريد هواء، تمام، وجيت مثلا بعد 5 سنين ورحت اعمل له نظام الايفابتك، انا باجي نظام الايفابتك من مميزاته برضو ان انت بدل بيبقى انا عندي مثلا منظومة تكييف قايم على شغلها تشيلرات تبريد هواء، تمام. طيب جت مع الوقت طبعا المعدات دي كفاءتها بتقل، تمام. طيب كفاءتها بتقل، فباجي انا عندي عايز اغير المنظومه بتاعتي، فانت عشان تغير المنظومه هتكلف لك كام مليون جنيه، تمام، فبتبقى مبالغ ضخمه. فان انا اجيب نظام زي نظام الايفابتك اطبقه بكام الف، تمام، فده طبعا بيخلي الجهاز يعيش معاك كفاءه كويسه 2 3 5. جميل، فهو مش عايز كده، هو عايزك تستهلك. اي مصنع او اي حاجه او اي منتج في العالم اللي صنعه اصلا عايزك تستهلكه. ما هو انا لو انا جبت موبايل على سبيل المثال، جبت الموبايل بتاعي مثلا وعاش معايا 5 سنين، طيب اللي هينزل الموبايل اللي ينزل السنه الجايه او اللي بعدها او اللي بعدها، مين اللي هيشتريه؟ فاهم الفكره؟ فهو انت هو بيبقى في التصميم بتاعه او بيبقى في التصنيع، في تصنيع الجهاز نفسه، بيبقى هو قاصد يعمل حاجه زي كده، بيبقى هو قاصد ان ده يكون ليه عمر افتراضي معين، وبعد كده يبدا ان هو زي ما بنقول يبدا ان هو ظروف تشغيله ما بتبقاش كويسه معاك، تمام. فان انت تطبق نظام الايفابتك بشكل قوي وينتشر، طبعا انت بتوقف شركات، تمام. انا راجل شركه، بدل ما انا راجل، انا مثلا راجل عميل، بدل ما اروح اجيب من شركه مثلا كام جهاز تكييف واكلف لي كام مليون جنيه مثلا او كام تشيلر، لا، في بكام الف بقدر نطبق نظام الايفابتك. عشان كده هو ايه يعني بيحاولوا يحجموا الموضوع شويه. في حاجه طبعا تانية مهمه جدا، اللي هو ايه بقى؟ خوف العميل نفسه. ازاي؟ ان لو انا عندي عميل عنده برضو على سبيل المثال منظومه تكييف تشيلرات مثلا بيستخدم فيها تشيلرات تبريد هواء، وجيت انا اعرض عليه ان انا عايز اعمل له نظام الايفابتك، هو ما يرضاش. طيب لعدة اسباب، لو كان تمام، لعدة اسباب، ان هو ما شافش الموضوع منتشر فيخاف ان هو يعمل حاجه زي كده، تمام. فالناس عايزه جرأه شويه، تمام، يبقى في جرأه شويه. الموضوع لو انتشر هيبقى كويس جدا جدا، ويوفر لنا بشكل كبير جدا جدا، سواء يوفر لنا طاقه، تمام، هيوفر لنا كفاءه المعدات، هيبقى مستوى الراحه لينا كمستخدمين بشكل عام، تمام. طيب في حاجه لازم تتعرفها، لو انت جيت تطبق نظام الايفابتك لازم تطبقه بعد اما الجهاز يخرج من الضمان. بمعنى انا جاي لي مثلا جبت تشيلر الضمان بتاعه 5 سنين، خد بالك لو انت طبقت فيه النظام الايفابتك بعد 2 3 سنين، تمام، انت كده خرجت الجهاز من الضمان. ليه بقى؟ لان انت كده لعبت في تصميمه، فكده دخلت عليه حاجه، فيجي انت مثلا حتى لو الجهاز فيه مشكله، فكده المورد او الشركه اللي جابت لك الجهاز دي خلاص كده رفعت ايدها من عليه، احنا مالناش دعوه، انت غيرت في التصميم بتاعه وجيبها فيك انت، حتى لو كان الجهاز فيه مشكله والجهاز بايظ فبيبدا يجيبها لك. فانت اصلا بديهي وطبيعي ان انت اي جهاز بتبدا ظروفه يعني ظروف تشغيله تبدا ان هي ما تبقاش مظبوطه، وتبدا ان هي تبدا عندك بقى الاعطال، ويبدا الكفاءه ما تبقاش مظبوطه عنده في الجهاز، كفاءه الجهاز ما تبقاش كويسه، وما تبقاش الكفاءه المثاليه اللي انت جايبه بيها، تمام، ده بيبقى بعد الضمان، تمام، بسنه او باتنين. هم اصلا بيبقوا قاصدين كده، هو بيبقى عارف ان انا مثلا الجهاز ده بعد كذا، تمام، ممكن تزيد او تقل، فاهم، تزيد او تقل، بس هو بيبقى عارف ان هو بعد فتره الضمان. حتى تيجي تبص تلاقي بعد في طول فتره الضمان الجهاز زي الفل، ما في ما بيحصلوش حاجه، نفسك يحصل له حاجه عشان تجيبهم يصلحوه وهو في الضمان، ما فيش حاجه. بعد ما تعدي فتره الضمان بسنه ولا حاجه او كام شهر، بتلاقي كل شويه بيعطل، كل شويه، ايه الفكره في كده، تمام. فانت بتحس ان هم يعني بيبقى فيها ليها حسبتها. فانت بتيجي بعد ما بيخرجوا اما بيخرج من الضمان بسنه او باتنين او بثلاثه، تمام، بيكون هو اصلا بدات كفاءته بتقل، بروح انا جاي بدخله بدعمه بنظام الايفابتك، فببدا احسن كفاءته شويه، فبقدر بدل ما انا اغير المنظومه بتاعتي بعد 10 سنين بغيرها بعد 13 سنه بعد 15 سنه، فبوفر مبلغ مالي في جيب المالك بتاعي. طبعا في نظام الايفابتك شغال على بحث دلوقتي انا ودكتور صبري سعيد ان احنا نربط نظام الايفابتك بالفاسيلتي مانجمنت اللي هو البعد السابع للبيم، وهننزله ان شاء الله يكون مقال، وهننزله في مجله بيم اريبيا، تمام. طيب بشكر حضراتكم لحسن استماعكم، تمام، واتمنى نكون قدرنا نفيد حضراتكم في الدوره.
طبعا خالص شكري لاستاذي والدكتور صبر سعيد، طبعا هو وضع المحتوى، وهو طبعا انا اتعلمت نظام الايفابتك اصلا منه سواء نظري او عملي، اتعلمته منه خالص الشكر ليه. تمام، والشكر لحضراتكم جميعا ولاستمراركم معانا طول الدورة. تمام، طيب في حاجة أحب أن حضراتكم عليها، إن كده إحنا خلصنا الإتش فاك إن شاء الله، هيبقى اشتغل يا إما بلامنج يا إما ريفيت ماب. يا ريت الناس تقول إحنا عايزين نشتغل إيه بعد كده، اللي عايز ريفيت ماب نبدأ ريفيت وبعدين نطبق عليه مشروع تكييف، أو نبدأ بلامنج. يا ريت الناس تختار، والعدد الأكبر طبعا أو التصويت الأكتر هنبدأ به بإذن الله تعالى. أتمنى نكون قدرنا نفيد حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.